ده اللينك اللي معانا. تمام، انت لو جيت بصيت دلوقتي على الاكس ام ال ده هتلاقي كله متلخبط وحاجات كتير كده غريبة وانت مش عارف تترجم منه حاجة. فده ده ويب سايت كده، انا بسيب اللينك برضه بتاعه في الديسكريبشن تحت. تمام، انت ممكن هنا مثلا تيجي هنا وتعمل كنترول A كنترول C، بعد كده تنسخ النص هنا كده كنترول V، وبعد كده تعمل ايه فورمات XML، هو هينزل لك ملف XML اللي تقدر تفتحه. تمام، لو جيت فتحت الملف كنترول واحد هيكون مثلا شكله شبه الملف ده كده اهو، بس شكله طبعا انضف بكتير واحسن، يعني تقدر انت مثلا تفهم ايه جوه ايه وايه بره ايه وهكذا. تمام، فهنا اول حاجه اللي تشانل لو لقيتها هتلاقي ان هتلاحظ ان هي الاساس، يعني تحس ان هي كانها بارتيشن سي كده جوه الويندوز، شبه السي كده جوه الويندوز، وتحتها بقى ايه فولدرات تانيه كده. تمام، احنا لما نيجي ندور احنا بندور على مين؟ دوت ام بي 3. تمام، فدوت ام بي 3 لما احنا جينا بصينا عليه لقيناه جوه مين؟ جوه انكلوجر، والانكلوجر ده جوه ايتم. تمام، والايتم ده جوه مين؟ الايتم ده جوه التشانل. تمام، يبقى الايتم ده هو عباره عن الحلقه التشانل. التشانل اخد التايتل بتاع التشانل عشان ابقى اسمي الفولدر باسمه. المفروض بقى اقول له ايه فولدر تايتل بيساوي مين؟ بيساوي ماي اكس ام ال دوت فايند، واقول له مين بقى؟ اقول له تشانل بعد كده باك سلاش او فور سلاش بعد كده مين؟ تايتل. تمام، وبعد كده دوت تكست عشان ده هيرجع لي مين؟ هيرجع لي التكست بتاع ده. كنترول واي. تمام، فهنا هتعمل ايه؟ يبقى هنا التشانل، وبعد جوه التشانل هاخد التايتل فيديني مين؟ هيديني الجزء ده كده. تمام، طب بعد كده مين تاني؟ بعد كده يا سيدي انت معاك دلوقتي الفولدر، فاضل بقى ان انا اجيب الدايركت لينك بتاع كل واحد. فانا لو انا عايز الدايركت لينك لازم اجيب الايتم الاول، يبقى لازم اول حاجه اوصل للايتم. تمام، فانا بس هنا في اكتر من ايتم، يعني انت لو جيت بصيت هنا على الايتم، هنا في ايتم ادى الثاني ادى الثالث هكذا، فلازم اجيب كل الايتم دي كل الايتمز ديت او كل العناصر ديت وكمان كلهم. في برضك في مسج جميل قوي اسمها فايند اول، فنقول له ايبيزودز الحلقات بيساوي مين؟ بيساوي واي اكس ام ال دوت فايند اول، واقول له مين؟ اقول له تشانل بعد كده فورورد وبعد كده ايتم. تمام كده بقى ايه؟ كده هيقدر يجيب لي كل الايتمز الموجوده جوه الاكس ام ال ديت، او بمعنى اصح كل الحلقات اللي موجوده جوه الاكس ام ال ديت. طيب دلوقتي انا جبت الحلقه، عايز اجيب الدايركت لينك بتاع الحلقه ديت. طيب الدايركت لينك ده موجود فين؟ ده موجود جوه الايتم، جوه الايتم ايوه، وفي الانكلوجر، والانكلوجر ده جواه حاجه، في عندك بارامتر اسمه يو ار ال، واليو ار ال ده جواه مين؟ جوه اللينك اللي انا عايزه. تمام، يبقى الانكلوجر وبعد كده اليو ار ال. تمام، فهنا بقى نقول اول حاجه بقى مين كده الابيزود، هنقول له بعد كده نعمل فور لوب فور ايبي زود، او خليها ايبي فور ايبي ان ايبيزود. هنقول له دايركت لينك بيساوي ايبيزود دوت فايند كوما ان كلو شور، وبعد كده دوت جيت يو ار ال. بس كده احنا جبنا مين؟ كده جبنا الدايركت لينك بتاعه الحمد لله، وكده يعتبر البرنامج خلاص قرب يخلص خالص. تمام، بعد كده نقول له مين بقى؟ احنا عايزين ممكن نعمل له برنت عشان نتاكد ان البرنامج شغال، نقول له برنت داونلود او دايركت لينك. دايركت لينك نسينا برضك نحط هنا ديت ريز فور ستاتس، نقول له اكس ام ال ريكوست دوت ريز ريز فور ستاتس. تمام، لازم محتاج اللي هو الفولدر داونلود فولدر، فهجيبه منين؟ هجيبه من الميثود اللي انا عرفتها من شويه، او الفانكشن اللي انا عرفتها اللي هو ميك داونلود فولدر. تمام، هاجي هنا
اهو. طب انا محتاج مين؟ محتاج التايتل. احنا نقول له بقى ايه؟ نقول له ميك داونلود فولدر ونديله مين؟ فولدر تايتل بس كده، ملناش تكست فايل. فنقول له مين؟ نقول له تكست بيساوي اوبن. ماشي، الاوبن ميثود ديت محتاجه مين؟ محتاجه المسار تحط فيه التكست فايل ده. فاحنا عايزين مين؟ التكست فايل ده يكون موجود جوه الداونلود فولدر، فلازم يكون معايا الباث بتاع الداونلود فولدر ده. فانا ممكن اعمل هنا، اعمله ازاي؟ احل المشكله دي ازاي؟ ممكن اقول له ريتيرن هنا، ريتيرن داونلود باث بس كده، تمام. وبعد كده اعمل هنا اقول له ايه؟ دي بي مثلا داونلود باث بيساوي دي بي، اقول له دي بي، اقول له او اس دوت باث دوت جوين، واقول له مين؟ دي بي، دي بي كومن. هنا مهم جدا لازم تحط اي دي ام دوت تي اكس تي، اي دي ام دوت تكست. دي مهم ليه؟ هقول لك يا سيدي، عشان ديت لو انت ان شاء الله جيت استخدمت التكست فايل ديت عشان تتحمل من الاندرويد، فتطبيق اي دي ام، هسيب برضه اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الاي دي ام دي ما بيقدرش يحمل لما يكون الفولدر بتاعه او اسم الفايل تكست فايل اسمه اي دي ام كابيتال كمان، فلازم تخلي بالاسم ده بالظبط عشان تقدر تحمله. انما الانترنت داونلود مانجر بيحمل باي حاجه، اديله بس الفايل وهو يحمل، تمام. حاجه واحده بس ان انا اخليه ايه؟ رايت عشان اقدر اكتب فيه، تمام. كده عملنا داونلود فولدر، تمام، وعملنا تكست فايل، تمام. بعد كده بقى مين؟ بعد كده بقى نقول له هنا، نقول له تكست دوت رايت مين دايركت لينك، دايركت لينك بس. وبعد كده زائد سلاش ان، سلاش ان ليه؟ عشان هو يعمل انتر، يعني يدخل السطر يكتب السطر وبعد كده تك انتر عشان ينزل السطر اللي بعده، عشان بدل ما يكون عشان ما يكونش في كل لينك يخلي اللينكات كلها لازقه في سطر واحد، يخلي كل لينك في سطر واحد، تمام. نقفل التكست فايل عشان برضك ما يبقاش اهدار في الموارد، او كمان برضك ايه؟ عشان الملف يتحفظ صح وما فيش اي حاجه بوكس، تمام. فنقول التكست دوت كلوز، تمام. ممكن نعمل مين؟ برينت لاين سيبريتور عشان الشكل بس يبقى حلو كده، بس كده ادى الفانكشن ديت خلص. اخر فانكشن قلنا الفانكشن ديت بتعمل ايه؟ الفانكشن ديت هي اللي بتعمل تشيك، هي اللي بتعمل تشيك على اللينك ديت وتشوف اللينك دي صح ولا لا. لو اللينك صح هتبدا تحمل البودكاست ديت او اكتر من بودكاست على حسب المستخدم دخل اكتر من لينك او لا. فتعال نشوف الفانكشن ديت بتعمل ايه. ديف تشيك اند داونلود check link and download، تمام. طيب دي مش هتاخد اي بارامتر، هتشتغل على طول، تمام. اول حاجه احنا لو مثلا المستخدم، احنا ممكن نسمح للمستخدم ان هو يدخل اكتر من لينك، يعني مثلا بودكاست الاولانيه لو عايز يدخل لحامل بودكاست ثانيه بالمره بدل ما يفتح البرنامج ثاني من الاول ممكن نخليه يستخدم، فهكذا. فديت هيصير اكتر، فممكن نقول له ايه؟ لينكس، تمام، هنخليها فاضيه دلوقتي، امبيت ليست، تمام، لست فاضي. طب بعد كده نعمل ايه؟ تعليمات كده ازاي يستخدم البرنامج. ممكن نقول له سلاش تاب، سلاش تاب، في حاجه اسمها سيبريتور، دي مين؟ دي الفصل ما بين كل بارامتر، يعني تطبع دهوت او السطر ده هو، بعد ما تخلصه تعمل سيبريتور، يعني تتك انتر وبعد كده تطبع التاني، تمام؟ تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنسمح بقى ايه؟ هنسمح له طبعا ان هو بقى يدخل اللينك. هنقول له مثلا بود كاست، بودكاست لينك، لينك بيساوي انبوت انتر بودكاست لينك، تمام. كده معانا اللينك. هنا بقى هنعمل تشيك ان، هنقول له وايل بودكاست لينك
لا يساوي زيرو. تمام، هيعمل بقى تشيك بقى اللينك ده. طب ايش اعمل تشيك على اللينك ده؟ هاي ازاي؟ هقول له اف بودكاست لينك يساوي زيرو سيستم دوت اكست هيطلع. تمام، اول حاجه ممكن ان هو ممكن يكون المستخدم دخل مين، دخل لينك غلط، فنقول له وايل البيس لينك، البيس لينك استخدمناه هو دي نوت ان بوت. طب إلس هنقول له input podcast link بيساوي input please enter a valid link. تمام، dot title ماشي، وهنا dot strip عشان ايه؟ عشان لو في اي حاجة، لو حط مسافة بالغلط اي حاجة تتشال. تمام، دوت title هتقول له ايه بقى؟ طيب احنا عايزين نعمل التشيك الاول، لو لقينا ان اللينك ده مش موجود في اللينكس اللي هي في قائمة التحميلات نضيفه، لو موجود خلاص نعدي. تمام، هنقول له if not in links هنقول هنضيف، يبقى لينك links dot append بودكاست لينك. تمام، إلس يبقى لو مش لو موجود بقى يبقى كده مضاف، يعني هو مضاف فعلا في، فنعرف المستخدم برضه ان هو مضاف. already included in the download view dot title. تمام كده عرفنا بقى ايه، كده عرفنا نستخدم كده. تمام كده while podcast link not in links نقول له print line separator. تمام، وبعد كده عايزين بقى نعمل تشيك برضك نتاكد اكتر ان اللينك ديت ان الليست بتاعت اللينك مش فاضيه. هنقول له if not links system dot exit system dot exit بس عشان هو اصلا ما فيش لينك انا هطلعه فهطلع منه. تمام، اخر حاجه بقى ان احنا نبدا نعمل داونلود للينكس ديت. انا ممكن قدامك حاجه من الاثنين، انت ممكن ان انت تشتغله بثريد واحد ان هو كل التحميلات ديت او كل اللينكات ديت تشتغل في ثريد واحد، او ممكن تشتغلها في اكتر من ثريد، كل ثريد منفصل. فانا هعملها على كل ثريد منفصل عشان تبقى السرعه اسرع بكتير. وممكن تتجرب، ممكن مثلا تجرب ان انت تشتغله بثريد واحد، وممكن تجرب ان انت تشتغله باكتر من ثريد. تمام، احنا هنا عملنا امبورتنج للثريد، لا ما عملناش threading threading ايوه هو ده. تمام، بعد كده link in links هنقول له thread يساوي threading warning dot thread ونديله مين؟ يعني نديله أول حاجة نديله function والبارامتر بتاعه. بس ال function لما تيجي تعملها ما تعملها تكتبها من غير أقواس. ازاي؟ هقول لك اهو، target بيساوي احنا عايزين نعمل مين؟ احنا عايزين نعمل downloads بس. طيب فـ args بيساوي تديله مين؟ تديله بس تاخد أقواس، تديله مين؟ هتديله link. تمام، وبعد كده هنقول له thread
dot start, dot start عشان يبدأ. وبعد كده احنا عايزين نخلي الثريد، هنضيف الثريدز ديت في ليست كده، هقول لك بعدين. تمام، داونلود ثريدز بيساوي كده. تمام، وبعد كده نقول له داونلود ثريدز دوت ابند ثريد. تمام كده، بعد ما خلص ده كله هنقول له فور ثريد ان داونلود ثريد دوت جوين. ليه بقى الكلام ده؟ الحمل اتنين بودكاست، واحد البودكاست الاولانيه خلصت والتانيه لسه شغال، فهو مش هينفع فاحنا مش عايزين ان المين ثريد يفتح لنا مثلا فولدر الاولانيه ولسه التاني شغال، لا احنا عايزينه يستنى خالص لحد ما كل الثريدز تخلص يقوم جاي فاتح لنا الفولدر مره واحده. احنا ممكن بقى ايه نعمل، بس نعمل هنا تشيك، تشيك لينكس اند داونلود، بس كده. بس يعتبر كده ايه، هنا نقول له begin script، بس نعمل هنا alt. تمام، how to use بتاع شغال جميل جدا اللينك، تعال نوسعه شوية. تمام، واضح ان في مشكلة، في حاجة، في مشكلة. تمام، هو احنا هنا شكلنا ان احنا هنا نسينا، ان هو المفروض ان البيز لينك لازم، ان هو البودكاست لينك لازم نسمح للمستخدم ان هو يدخل لينك تاني بيساوي input enter browser podcast لينك. حاجة كمان هو ويب براوزر دوت اوبن بيز دايركتوري. ليه بقى؟ عشان بعد ما يخلص ان هو يفتح لنا البيز دايركتوري اقدر ان انا افتح الفولدر اللي فيه الدايركت لينك. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نبدأ. ثانية، كنترول بي. هنا بصينا فطلع ان في غلطة، هنا طلع ان في غلطة ان انا كاتب ايبيزودز مش ايبيزود، ايبي المفروض انه ايبي دوت فايل. خلينا نبدأ تاني، تعالى نبدأ نجرب تاني، اشتغل. تمام، لو جينا بصينا هنا لوندوز للتوكس تيلي. تمام، هو كده الحمد لله شغال مية مية. فاضل بقى ايه، ان احنا نعمل تيست ونشوف ان هو لو شغال على اكتر من بودكاست هينفع يشتغل ولا لا. فتعالوا نروح هنا عند سي، تعال نمسح ديت. تمام، هنمسح السي وتعال نبدأ. تمام، أول لينك، اللينك اللي هو الجديد اللي أنا جايبه ده، تاني لينك، لينك ده لو عايز اضيف لينك كمان، لا مش هضيف، فيبقى زيرو. تمام، خلص الاثنين.
فين بقى؟ أو أدا أول واحد أدا تاني واحد، دلتوا الاثنين البودكاست اللي أنا نزلته. تمام كده تكون نهاية الفيديو إن شاء الله. لو عجبكم ما تنسلش سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو ما تنسلش لايك، وياريت لو تعمل شير ما بينك وما بين صحابك. ويا رب أكون فدتك بالفيديو ده. يلا بيس.